لما بنتكلم عن الوزن التقيل والسمنة والشكل وقد ايه شكلنا ممكن يبقى متأثر بان وزننا كتير ومش عارفين نلبس ومش عارفين نتحرك ونفسنا مش كويس ومش قادرين نمنع نفسنا عن الاكل، واحيانا نوصل لمرحلة نفسية صعبة جدا، يبقى نفسيتنا تعبانة جدا عشان مش قادرين نتحكم في شهيتنا، والموضوع يزيد معانا اكتر ونبقى بناكل بشكل اكبر من الاول بكتير نتيجة برضو ان نفسيتنا تعبانة. لما بنشوف طفل صغير عنده مشكلة في وزنه وبيسمع بعض الكلام اللي مش لطيف في المدرسة ونفسه يتحرك زي أصحابه ومش قادر، بيحب الكورة بس رافضينه ومنعينه علشان خاطر وزنه كتير، عايز يمارس رياضة معينة ما هوش قادر، عايز يبقى بيتعلم سباحة لكن نفسه مش مديله يعني المساحة الكافية انه يقدر يعمل ده، برضو بتقابلنا مشاكل كتير جدا مع أولادنا. ازاي نقدر نخلي ولادنا يتحكموا في شهيتهم؟ ازاي احنا نتحكم في شهيتنا علشان خاطر نوصل لوزن مثالي سواء كان معانا او مع اولادنا؟ ده اللي هنقوله ان شاء الله النهارده مع الدكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيه كليه الصيدله، دبلومه التغذيه والتخسيس من الجامعه الامريكيه، عضو الجمعيه الكنديه لامراض السمنه. دكتور خالد اهلا بيك ومنورني. اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. يعني بيبقى صعب قوي على الام. المقدمه اللي قلتيها جميله قوي، ربنا يخليك يا رب. وانا امبارح يعني كان في حمله كبيره كده معموله، ناس حتى لابسين تيشيرتات عليها اسم الحمله، فسالتهم ايه معناها ايه، فقال لك دي عشان الاطفال اللي في المدارس لما حد بيضايقهم او حد بيتلم عليه يضربه او حد يكون جسمه تخين فيتريقوا عليه. فالحقيقه بقت حاجه يعني حمله كبيره قوي حتى هنا في مصر الفتره ديت، فلفت نظري. والله. لفت نظري لأنه فعلا. بص، موضوع انه الطفل يتعرض في المدرسه مع أصدقائه أو يعني اللي موجودين معاه في الفصل للانتقاد، لأنهم يبعدوا عنه ويبقوا مش عايزين، ساعات بيبقوا هم طبعا أطفال ومش فاهمين. لما بيجي عايز يمارس سباحة أو حتى على البحر بيخجل، فتلاقيه لابس تيشيرت مش قادر إن هو يظهر جسمه لأن فيه دهون كتير سواء كانت في منطقة الصدر أو في الأجناب أو في البطن، فبيخجل ان هو يظهر لزمايله بهذا الشكل. يعني تعرف ان في بعض الامهات او يعني الاهالي ممكن تتخيل انه في بعض الاطفال ممكن يكونوا ما بيتكلموش ما بيعبروش عن اللي جواهم، بس اللي جواهم هو جواهم، فتقول لك هو ده بيحس، هو ده عنده دم، ده بياكل، هو مش فارق له مش عارفه ايه. لا، هو على فكره حاسس ومتضايق وجواه الم، بس هو ما هوش عارف يقول او يعبر عن ايه الشيء اللي ممكن يكون مضايقه. صحيح. عشان الطفل يقدر يتحكم في فكرة شهيته غصب عنه طفل، تمنعه من انه ياكل شوكولات في المدرسة فيروح يبص للي في ايد غيره، تمنعه انه يشرب حاجة معينة فيبص لصاحبه. لذلك الام عليها دور برضو لانه هو صغير قوي كانت تقعد تقول له كل يا حبيبي وتقعد تطبطب عليه ولازم تخلص الطبق بتاعك والثقافة كله. والثقافة الفظيعة اللي عندنا. يقول لك انا شبعت يا ماما، فتقول لا كل زيادة عشان تكبر. فدي كلها ثقافات عندنا، ثقافات عندنا كلها غلط، في النهاية بتؤدي بالطفل لزيادة الوزن، وزنه بيزيد بتأثر على حالته النفسية، بتلاقي نفسيته غير سوية، بتأثر كمان على تحصيله الدراسي طبعا. واحنا هنا في مصر يمكن اهم حاجة عندنا الدراسة، وبنبقى تعبانين على اولادنا عشان ازاي نوديهم مدارس كبيرة وازاي نعلمهم كويس، فانت بتخن اللي موجود فيه وزيادة الوزن طفلك، انت مأثر على استيعابه الدراسي. تعرف ان في بعض المدرسين اللي ممكن يقول للطفل مثلا انت مخك تخين زي جسمك بالظبط، اهي كلمة طبعا. ممكن كلمة تتقال بهزار، فالكل اللي قاعدين يضحكوا فالولد نفسه تتكسر ونفسه تتكسر. عايزين نعالج بقى اطفالنا، يعني كل الاطفال اللي بيشاهدونا او الامهات اللي في البيوت، اباء الاولاد اللي شايفين ابنهم تخين عنده زياده في الوزن، عايزين نوضح لهم ازاي يقدروا فعلا اطفالهم ينزلوا في وزنهم. متهيألي في فيديو جاهز معانا. معانا فيديو يا احمد، فيديو نشوفه. طيب، لان هو هيوضح حاجات كتيره قوي. طيب، من اللي خلاص احنا عايزين نشوف نقولها. نشوف الأطفال. الفيديو الاول وبعدين نرجع نكمل كلامنا. ماشي. When it comes to our kids and their diets, worrying about whether they're getting enough fiber probably isn't tops on the list. We think more about how much sugar or fat they're getting, whether they're drinking their milk, or how we can get them to eat their vegetables. But most kids and adults fall short when it comes to fiber intake. Adults should be taking in the neighborhood of about 30 grams a day, but the average grown-up only eats about a third of that. And recent surveys tell us that kids aren't getting near the fiber they need either. Our busy lifestyles are part of the problem. When we're on the go, we're less likely to eat the high-fiber foods that are more typically found at home, like fresh fruits and vegetables, beans, and whole grains. Just like adults, kids need fiber to keep the digestive tract running smoothly. High-fiber foods are great for calorie control, too, since they're bulky and filling.
With many kids consuming more calories than they need from processed foods, fats, and sugars, the high fiber habit should be encouraged early on. They're likely to carry this habit into adulthood too, which can help with lifelong weight management. The general rule for figuring out how much fiber your child needs is this. For kids older than 2, just add 5 to their age in years. A 5-year-old, for example, should take in 10 grams of fiber a day. A 10-year-old needs 15 grams. By the time kids hit the age of 15, their needs start to go up. Teens and adult women need 20 to 25 grams a day. Adult men need more, in the range of 30 to 35 grams. واضح انه كل سن ليه كميات معينه من الالياف. طبعا لان هي بتبقى نسبه وتناسب، يعني انا هدي له قد ايه وهياخد قد ايه. الحقيقه الفيديو وضح حاجه مهمه قوي. اولا ان الاطفال ما بياخدوش الكميه المناسبه من الالياف الطبيعيه. فبتبقى معظم اكلهم يا سكريات، عمال ياكل سكريات كتير او نشويات كتيره قوي. حته الالياف الطبيعيه او الفايبرز ما بياخدهاش. بالتبعيه وزنه بيزيد. عمال جسمه عمال يخزن طاقه. حركته كمان بتبتدي انها تقل. كل ده بيأثر عليه. طيب هي وضحت كمان على فكره، دي دكتوره سوزان براونمان، دكتوره للتغذيه موجوده في البرازيل، شخصيه معروفه جدا. يعني في كل الاوساط الطبيه العالميه معروفه. بتقول كمان، بتوضح ان الاطفال يقدروا ان هم ياخدوا الفايبرز الالياف الطبيعيه من سن 5 سنين. نقدر ان احنا ناخد طفلنا لو عنده 5 سنين ووزنه زايد، نقدر ان احنا نديله الالياف الطبيعيه الفايبرز. نسبتها قد ايه؟ وضحت هي الكميات، بياخد حوالي 10 جرام من الالياف الطبيعيه، بيبتدي ياخدها بشكل يومي ويحافظ على وزنه، حتى قالت مدى الحياه. يعني حفاظا على الوزن مدى الحياه، فاحنا مكملين على الالياف الطبيعيه، مكملين على الفايبرز. نقدر ان احنا ناخدها لو حد عايز ياخدها حتى لونج تيرم، فتره طويله قوي، يقدر ياخد الالياف الطبيعيه بصوره دائمه، هتحافظ له على وزنه. لو عندك وزن زايد هيقل، وفي نفس الوقت هتحميك من امراض كتيره قوي ممكن تتعرض ليها في المستقبل. زي السكر، زي الكوليسترول، زي امراض القلب. في ناس تبقى عايزه تخس 5 كيلو 6 كيلو 4 كيلو، مش عايزه اللي هو 10 و20 و30 كيلو. برضو ده يبقى مناسب، الالياف تبقى مناسبه ليهم ويقدروا ياخدوها قد ايه، ولا هي برضو كلها طريقتها واحده؟ شوفي، هو كل واحد بيبقى ميزان نفسه. يعني انا ببتدي احدد وانا داخل خلاص نويت ان انا انزل في وزني، ببقى محدد انا عايز 2، عايز 5، عايز 10، عايز 20، وات ايفر كميه الدهون والكيلوات اللي انت عايز تنزلها من وزنك. باخد الالياف الطبيعيه بستمر عليها، هي في الشهر متوسطها في النزول 6 كيلو. 6 كيلو ده شهريا، ممكن ان هو يزيد وممكن ان هو يقل. حسب نوعيه جسم كل حد، حسب نوعيه كل جسم وحسب اللايف ستايل. واحد بيتحرك كتير، واحد بيمارس رياضه، واحد طبيعه شغله قاعد في مكتب، واحده تانية قاعده في البيت ما بتتحركش. كل ده عوامل بتاثر على انا هنزل من وزني قد ايه. بس احنا بنقول في المتوسط 6 كيلو. فلو حد النهارده عايز ياخد مثلا الالياف الطبيعيه، عايز ينزل ال 5 كيلو بتاعهم، يقدر يستمر عليه شهر. كميه اكبر مثلا يقدر ان هو يستمر على الالياف الطبيعيه فتره اطول. يعني كل واحد ميزان نفسه. بالظبط. دايما لما نيجي نعمل دايت تلاقي كده، حتى لو يعني بتاخد دايت مكتوب، يقول لك مع المشي كل يوم نص ساعة. في حالة الألياف برضو لابد من الرياضة أو المشي كل يوم نص ساعة، ولا مش هتفرق؟ طبعا لو في حد يقدر ان هو يمارس رياضة، دي ادد اون، تبقى حاجة كويسة جدا. لو في حد بيقدر ان هو يتمشى، دي برضو هتبقى حاجة كويسة جدا. لو في ناس بيزي قوي ووقتها ضيق ومش قادره انها تمشي، تقدر بطريقه سهله، لا رايحه اي مشوار، هركن عربيتي مثلا في مسافه 5 دقائق 10 دقائق بعيده عن المكان اللي انا رايح له، هتمشى الفتره دي. 3-4 مشاوير في اليوم، انا مشيت نص ساعه. طب الناس الكبار في السن اللي ما بتقدرش تعمل ده، هي مش قادره تعمل ده ومش قادره تمشي، وفي نفس الوقت معظم وقتها قاعده في البيت، عندها امراض كتيره ممكن تكون مصاحبه، زي مثلا عمود فقري، زي مفاصل، فعشان تقولي لها مارس رياضه او امشي، ده صعب جدا بالنسبه لها. طبعا. فتقدر تاخد الالياف الطبيعيه بشكل ديلي بيزس، بشكل يومي. وزنها لما بينزل، كل كيلو جرام هينزل من وزنها، تاكدي تماما هيفرق معاها جامد جدا. بالظبط، ان انت في صحتك، طريقتك حتى في الحياه، اذا كنت مش قادره تطلعي سلم، لا هتقدري. اذا كنت مش قادره ان انت تمشي مسافه طويله، لا هتقدري ان انت تمشي.
هتلاقي حياتك كلها مختلفة من حواليك. بعض الستات كبار السن دايما يشتكوا من مشاكل في الركب مثلا، والدكتور يقول لها لازم تخسي وانك الكيلو هيفرق معاكي، فتقعد تقول لك انا ما باكلش وما معايا، هيفرق معايا في ايه؟ لا هيفرق، لان انت محمله كل الوزن اللي فوق ده هو محمل هنا، وهنا لما يبقى تعبان يبقى مش قادر يشيل ده كله، فكل ما تخفي من عليه كل ما هيفرق جامد جدا في اي مشاكل موجوده في العظام. احنا لازم برضو نعترف بحاجه، مش كميه الاكل او وزن الاكل هو اللي بيقول لي اذا كنت كلت او ما اكلتش. يعني انا ممكن اجيب مثلا كيلو خيار اقعد اكله، كيلو كامل خيار اقعد اكله، مش هيديني السعرات الحراريه اللي هي قد وزن شوكولاتايه صغيره. فما اقولش ان انا ما باكلش، لان في ناس حتى يقول لك انا ما باكلش يا دكتور، بس تيجي تسالها يقول لك انا اكلت 10 بلحات وكلت لي 3 4 معالق زبيب. طب كميه سكريات عاليه جدا، انت خدت كل حاجه فيهم، خدت كل حاجه بالظبط كده. فانت كده هتحتاج ايه تاني يعني؟ وفي نفس الوقت يقول لك انا معدتي فاضيه ما اكلتش. طيب ده الطريقه، عشان ناس كتير جدا بتسال طب ناخده ازاي؟ طب طريقته تبقى ازاي؟ شايفين كوبايتين في الشاشه قدامنا، كوبايتين فيهم ميه، والكيس اللي بيتحط ده كيس الالياف الطبيعيه مركز جدا. الكوبايه اللي هتبقى على ايدينا الشمال دي حطينا فيها زيت فوق الميه، والكوبايه الثانيه فيها ميه بس ما فيهاش حاجه ثانيه. طبعا زي ما احنا شايفين الالياف الطبيعيه باودر، وفيها نوعين، نوع اللي بيدوب في الميه والنوع اللي ما بيدوبش في الميه، الاثنين في نفس الكيس. على ايدينا اليمين احنا بنقلب اهو الالياف الطبيعيه في الميه بشكل كده دائري زي ما احنا شايفين. لو كميه الميه زادت يا دكتور بتبقى فيها مشكله؟ لا ما فيهاش مشكله، انا كده كده هاخد الميه، هاخدها كمان لتر ميه بعديها. بس انا عايزه اخدها في شكل هلامي. فلما بحط نص كوبايه ميه فبيديني الشكل الهلامي اللي اقدر ان انا اكله حتى بالمعلقه يعني. طبعا موضوع الطعم ده نسبي، في ناس تحب انها تغير في الاطعم بتاعه الحاجه اللي بتاكلها. فنقدر نحط عليها ميه ورد، نقدر بدل الميه نحط عصير، نقدر ان احنا نحط بعض النكهات مثلا زي لو في شوكليت مثلا باودر شوكليت دارك، نقدر ان احنا نديها زي نكهه قرفه، بس عشان ما نزهقش وما نحسش اننا بناخد نوع. يعني دواء. شفتي الكوبايه خلاص بقت لزجه، هي شكل هلامي اهو بقى عامل زي السريلاك، نقدر ان احنا ناكله بالمعلقه. وخلينا نتابع الكوبايه الثانيه اللي حطينا فيها الياف طبيعيه وزيت، هنشوف بقى ايه اللي بيحصل. طبعا دي دخلت دور الالياف اللي ما بتدوبش في الميه، مسكت في الزيت اللي هي تبقى الدهون اللي جوه جسمنا. زي ما احنا شايفين ابتدت تتساقط، ده اللي بيحصل جوه جسمنا لما بناخد الالياف الطبيعيه. بتروح على مكان الدهون بالظبط، بتاخد على طول بقى، خدت الدهون وخدت السموم وخدت الشوائب كلها اللي موجوده في جسمي، وبتبتدي انها تنقلها لبره الجسم خالص، بتخرجها. والكوبايه اللي على ايدينا اليمين اللي احنا شايفينها ديت، لما هناكلها جوه جسمنا هتبتدي انها تملي المعده وبحس بالشبع معاها. تمام، ناخد التليفون ونرجع نكمل كلامنا. معانا مدام نانسي. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، اتفضلي. انا استعملت المنتج، انا يعني هو مش ليا لبنتي، بنتي عندها 16 سنه. طبعا عملت محاولات كتير وجبت حاجات كتير كلها ما عملتش معايا اي حاجه، اخد بال حضرتك. وفي الفتره اللي فاتت دي زادت جدا. وزنها كان قد ايه يا مدام نانسي؟ مش عايزه، من كتر ما نفسيتها تعبانه رفضت ان هي تقول لي توزن، وما رضتش تقول وزنها ابدا، ما رضتش حتى ليا انا نفسي، ما رضتش تقول لي وزنها خالص. اخد بال حضرتك، انا استعملت المنتج شويه كده، ما كنتش وصلت لغايه الفتره اللي يخلص فيها المنتج، لقيت ابتدى يبان عليها ان الوش ابتدى ينزل، البنطلون ابتدى تلبسه بارتياح، الهدوم عادت شكل احسن عليها، وكل ده وانا لسه ما خلصتش المنتج يعني. وهي نفسيا بقت احسن بكتير. انا عايزه اقول لحضرتك ان هي مبسوطه جدا وبتاخد في ميعاد، واخد بال حضرتك ووشها نفسه، يعني انا كنت متخيله ان هي لما تاخده بقى هيبان على وشها وتحت عينيها يغمق، لا بصراحه ربنا وشها زي ما هو ناضر وجميل، وهي لغايه دلوقتي ماشيه عليه ولسه ما خلصتش. وطبعا كل اسبوع بيحسي بيبان في الهدوم اكتر، بس انا طبعا لسه ما وزنتش يعني، انا مستنيه اخلص جزء من الجرعه وبعدين اوزن. تمام، طيب كويس ان هو جايب معاها نتيجه، وهي اهم حاجه ان هي تبقى يعني مرتاحه نفسيا وراضيه عن سنها 16 سنه. برضو كله كل الولاد بيبصوا لبعض، كلنا بنبحث عنها حتى طبعا. في وقتنا الحالي ازاي نكون سعداء يعني، فانت خليك سعيد بجسمك وبشكلك،
دي حاجة هتنعكس عليك بعد كده في دراستك وفي مذاكرتك. كمان من الحاجات المهمة قوي اللي هي قالت عليها ان هي كانت على طول مش عايزة توزن، مش عايزة توزن ومش عايزة انها تعرف وزنها كام، لان بيجي لها احباط طبعا، يعني كل ما هوزن فبيجي لها احباط، خصوصا كمان لما يبقى الواحد حاسس ومتأكد ان الميزان هيطلع ازيد مثلا ما كان وازن من شهر، فممكن يكتئب اكتر يعني. فهو عايز يبعد عن الحتة دي، فكرة صحيح. انه في ناس اول ما تبدأ الدايت تطلع على الميزان اول يوم يعني كما لو كان سحر، فتقول لك لا ده انا لسه ما خسيتش، وفي ناس تانية تقول لك لا انا خلاص انا مش عايزه اتوزن، توزن كل نص ساعه، فلو رايحه جايه على الميزان توزن كل نص ساعه لحد ما تبوظ الميزان، اطلع على الميزان. لا هو الميزان الصح، الميزان الصح ان انا بوزن كل 15 يوم ده مينيمم، اقل حاجه كل 15 يوم، وفي نفس الوقت كمان اكون وازن بعد ما اكون قضيت مثلا 8 ساعات من النوم، فتبقى معدتي فاضيه، فببتدي ان انا اوزن وزني، ده بيبقى الميزان الصح. في ناس يا دكتور بيبقى جسمهم كمان مليان ميه، فتقول لك انا حاسه ان انا مورمه، يعني جسمي زي ما يكون معبي ميه. الالياف هنا ممكن برضو تساعد في الموضوع ده، لانه في بعض الناس تقول لك اي دواء اي تابلس ممكن يكون بينزل ميه من الجسم، ليه اضرار. صحيح. طبعا يعني احنا بنمتنع تماما عن الادويه الكيماويه، اثارها الجانبيه كتيره قوي، وفي نفس الوقت بتنزل الميه الزياده والميه كمان اللي محتاجها الجسم، بتنزل اتنين، فممكن تعاني من الجفاف ويظهر على بشرتك ويظهر على اعضائك الداخليه. الفايبرز هي عاشقه للميه، بس بتعمل التوازن، ان انا هاخد الميه الزياده بس، يعني طول ما كان جسمك محتاج لميه بتخلي لك الميه اللي انت محتاجها، والميه الزياده بتبتدي انها تمسكها كويس قوي كده وتبتدي تاخدها وتخرجها بره الجسم. عشان كده في ناس كتير قوي لما بيجوا يبتدوا على الالياف الطبيعيه الفتره الاولانيه وزنهم بينزل بشكل كبير، فيقول لك مثلا انا والله يا دكتور يعني انا في اول اسبوعين انا وزني نزل 10 كيلو. واحنا دايما نقول المتوسط 6 كيلو. ده بالتبعيه بيبقى جسمه على طول فيه ميه زياده، ميه كتير جدا، فبتبتدي انها تنزل عن طريق الالياف الطبيعيه. طيب استاذك ناخد التليفون. معنا مين؟ مدام سناء. الو. اهلا بيكي مدام سناء، اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي، اهلا بيكي. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش خطي بيقطع شويه. لا ولا يهمك، اتفضلي، احنا مع حضرتك منورانا. استاذه دعاء؟ لا لميا. يا استاذه سلام. ماشي اتفضلي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا عايزه بس اقول لكم على المنتج بتاع الالياف الطبيعيه دي. حاجه جميله جدا يعني، ممتازه. حضرتك اللي خدتيها ولا حد تاني؟ لا انا اللي خدتها. طب قولي لنا وزن حضرتك كان قد ايه؟ انا وزني 116 كيلو، كان 116 كيلو 30 جرام. تمام. الكلام ده من اربع ايام بس، لان انا واخداه بقالي اربع ايام بس. يعني لسه ما لحقتيش. فجيت وزنت نفسي، بصيت لقيت نفسي 114 و10 جرام. قلت بقى اما اشوف هيبقى في صحيح ايجابيه بسرعه كده ولا ايه؟ بصيت لقيت فعلا، بس بقيت فرحانه جدا يعني بال 2 كيلو، اول 2 كيلو نزلوا دول. طب في اربع ايام. انت كده ايه، ما كنتيش بتاكلي خالص بقى؟ لا باكل على فكره، انا باكل مش ما باكلش. انا باكل بس طبعا دلوقتي بديت يعني انتظم اكتر من الاول كتير، يعني الاول ما يعني ما كنتش. ما بتقدريش تتحكمي في شهيتك. بالظبط. وبعدين كنت انا من النوع اللي بيحب الاكل، يعني انا بحب الاكل قوي. بالهنا والشفا. اكيد يعني اكلك حلو، يعني اكيد بتطبخي الاكل بطعم حلو. ايوه شكرا، ده من ذوق حضرتك يا دكتور. طيب يعني بس في اربع ايام 2 كيلو، يعني في بعض الاطباء يقول لك لا احنا مش عايزين ان احنا ننزل الوزن بسرعه، لانه اللي بينزل بسرعه بيرجع يطلع تاني، وانه بتفقد عضلات لكن الدهون بتفضل موجوده. طيب هو مبدئيا واضح من الصوت ان هي فوق ال 40 سنه. في السن دوت بتبقى في جسمنا من الميه اللي احنا بناخدها فيه صوديوم كتير، الصوديوم ده بيعمل احتباس للميه اللي جوه الجسم. فبتلاقي الجسم معبي ميه كتير قوي، فهي ال 2 كيلو اللي نزلوا مش دهون. ده انا نزلت الميه المحتبسه جوه الجسم، فبالتالي دي حاجه كويسه جدا انها نزلت، لدرجه في اطباء كتير جدا بيبقوا عايزين، يعني عندهم مرضى عايزين ينزلوا لهم فعلا ميه زياده، بس مش عارفين الواي او الطريقه، لان خايفين من الادويه الكيماويه انها ممكن تاثر عليهم. فطبعا اي حد النهارده
بيلاقي نتيجه سريعه من الالياف الطبيعيه مثلا زي مثلا نزلت في 4 ايام 2 كيلو، تاكد تماما ان انا كان في جسمك فيه ميه زياده والميه دي نزلت. واكيد بتفرق كمان في النفسيه انه بالسرعه دي لا طبعاً. ده بيبقى عايز يكمل اكتر من ده كده. حقيقي. دكتور خالد نورتني وبشكر حضرتك جدا، اشوفك على خير ان شاء الله. شكرا ليك. بشكرك. بشكركم مشاهدينا واشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. لو عشت وكان لي عمر الساعه 3 الا ثلث اشوف حضراتكم بالف خير. سلام عليكم.